أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حكيم عيون. في حلقة اليوم رح نحكي عن كسل العيون، طريقة التشخيص، الأسباب والعلاج، مع الدكتور محمد دراغمي، أخصائي جراحة العيون وأخصائي عيون الأطفال والحول. خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم من جديد دكتور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك في جميع المشاهدين. دكتور، أكيد موضوع كسل العين هو موضوع مهم نحكي فيه جداً. ما هو كسل العين بداية؟ كسل العين هو ضعف في حدة الرؤية في عين واحدة أو التنتين. هلأ بعد إصلاح جميع الأخطاء أو العيوب الانكسارية الموجودة بالعين وإزالك أي عوائق في الميديا أو الأوساط التي ينتقل بها شعاع الضوء حتى يوصل شبكية العين، فهنا التعريف مهم كتير، بأنه عين واحدة ممكن تكون يعني ممكن تكون المشكلة فيها أو العينتين بنفس الوقت. الشغلة الثانية بأنه لازم يكون هناك يعني علاج لجميع العيوب أو الأخطاء الانكسارية الموجودة بالعين، زي قصر النظر أو طول النظر أو انحراف قرنية العين. الجزء الثالث من التعريف هي الأوساط التي ينتقل بها شعاع الضوء اللي بنسميها إحنا الميديا، وهذه كتير مهمة لأنه شعاع الضوء بينتقل من خارج العين إلى داخل العين عبر ميديا معينة، وهي قرنية العين، الحجرة الأمامية للعين، بؤبؤ العين، عدسة العين، السائل الزجاجي وشبكية العين. فهون يجب أن تكون جميع الأوساط هذه سليمة حتى يكون هناك صورة طبيعية تتكون على قشرة الدماغ. دكتور، إيش الأعمار ممكن تنصاب بكسل العين؟ كسل العين هو خاص بالأعمار تحت عمر 8 سنوات، يعني من سن الولادة حتى 8 سنوات. وهناك مشاكل كثيرة ممكن تؤثر على الأطفال بهذا العمر. دكتور، عم نحكي عن فترة مبكرة من عمر الأطفال، يمكن غالبية الأشخاص ما بيخطر عبالهم يفحصوا عيون أطفالهم. كيف بنحكي للأهالي أو من إمتى لازم يبلشوا الأهالي يراجعوا الدكتور؟ إمتى أول مرة لازم ينتبهوا لعيون أطفالهم؟ هو إجمالا يعني الأشخاص اللي عندهم تاريخ مرضي في عائلاتهم يجب أن نعمل هذا الفحص في عمر مبكر جدا، يعني على عمر 6 شهور تقريبا يجب أن يكون الطفل عامل فحص شامل للعين. طب دكتور، عم نحكي عن 6 أشهر، وأكيد مع خبرتك بتحس هل فعلا الأهالي من هذا العمر بيبلشوا يعملوا فحوصات للأطفال؟ يعني هو النسبة تتراوح، يعني نسبة قليلة اللي بيعملوا الفحص على العمر المبكر. هي الغالبية بيعملوها على عمر فوق 3 سنوات، لكن العمر الأصغر من هيك ما بيعملوا الفحص إلا ليلاحظوا مشكلة معينة أو ليلاحظوا خلل في تناسق حركة العين أو مشكلة معينة في الطفل. طب إذا بدنا نفكر مع بعض بالأسباب أو نحكي للمشاهدين، ما هي أسباب كسل العين؟ نعم، هناك تصنيف عالمي لكسل لأسباب كسل العين. السبب الأول والرئيس هو الحول. الحول هو من الأسباب الرئيسية أو خلينا نحكي النسبة الكبيرة اللي بتأثر على كسل العين أو بتعمل كسل العين. السبب الآخر هي الأخطاء الانكسارية الموجودة بالعين، وهون إحنا ممكن نحكي عن الأخطاء الانكسارية اللي بتكون متساوية بين العينتين. على سبيل المثال إنه بيكون عندنا درجات قصر نظر أو طول نظر في واحدة من العينتين أو الاثنتين معا، أو إنه يكون في عندي عين طبيعية والعين الثانية فيها أخطاء انكسارية، وهذه بسموها الأنيسومتروبيا. المشكلة الثالثة اللي ممكن تكون هي انحراف في قرنية العين بدرجات عالية، فالأهل ما بينتبهوا بأنه هذه المشكلة موجودة. الطفل ما بيتكون حدة الرؤية عنده بالشكل الطبيعي، وهون بيكون في عائق يؤدي إلى كسل العين. المشكلة أو التصنيف الثالث والرئيسي هو الحرمان أو الديبريفيشن أمبليوبيا اللي بيحكولها الحرمان باللغة العربية، وهي أنه يكون في عندي مشكلة في واحدة من الأوساط التي ينتقل بها شعاع الضوء، زي الساد اللي بينشأ مع الولادة، الكونجينيتال كاتراكت، أو
العتامة على عدسة على قرنية العين، أو يكون في عندي طبقة على قرنية العين تؤدي إلى مشكلة في انتقال شعاع الضوء من خلال هذه القرنية. طب دكتور، بنحكي عن عمر صغير وعمر كتير مهم، يمكن الطفل ما بيكون عارف إنه كيف النظر الطبيعي من النظر اللي فيه خلل. التشخيص في هاي الحالة يمكن هو بداية العلاج. صحيح. كيف مهم إنه نلجأ للأخصائي الصح؟ كيف لازم التشخيص؟ ما هي طرق التشخيص لهذا المرض؟ نعم، هو الفحص الروتيني للأطفال على عمر 6 شهور أو عمر السنة، تمام، هو السبب الرئيسي وراء كشف هاي المشكلة. الأخصائيين أو خلينا نحكي الأطباء المعنيين بهذا المشكلة هاي هم أخصائي الأطفال والحول، تمام، وهم القادرين على فحص الطفل بهذا العمر ومعرفة المشكلة إذا كانت موجودة. طب بما أن حكينا عن التشخيص والأسباب، ما هي طرق العلاج؟ نعم، علاج كسل العين هو بداية بعلاج المشكلة الموجودة بالعين. نعم، إذا كان هناك خطأ انكساري في العين، إذا كان هناك قصر نظر أو طول نظر أو انحراف، ننصح المريض بأنه يستخدم النظارة الطبية وهي تساعد على تحسن الرؤية لدى المريض. إذا كان هناك مشكلة في الأوساط التي ينتقل بها شعاع الضوء، علينا معالجة هذه المشكلة. مثلا إذا كان هناك كونجينيتال كاتاراكت، علينا أن نقوم بالعملية لإزالة الكاتاراكت أو الساد من العين وزراعة عدسة مكانها. الطرق الأخرى للعلاج هي تغطية العين السليمة. نعم، هون يعني هذه نقطة مهمة جدا بأنه هي من أكثر طرق العلاج شيوعا، بأنه نغطي العين السليمة ونترك العين الضعيفة لعمل نشاطات تركيزية لنساعد بأنه إنها ترجع هاي العين لطبيعتها. تمام، في هناك طرق علاجية أخرى مثل استخدام القطرات اللي بتوسع حدقة العين. طبعا احنا بنحكي عن العين السليمة، إنه بنوسع حدقة العين السليمة، وهون احنا بنقلل الرؤية بالعين السليمة ونساعد المريض على إنه يستخدم عينه الضعيفة. نعم. طب دكتور، حكيت في خلال طرق العلاج هي الوحده منهم يمكن هي ازاله العدسه وزراعه عدسه، امتى نعم ممكن نلجا لهذا الخيار الجراحي؟ هلا هو تعتمد هل هناك مشكله بالعين واحده او تنتين. اذا كانت المشكله بعين واحده فاحنا نلجا لها باسرع وقت ممكن، وهو خلال فتره 5 إلى 6 أسابيع من الولاده. اذا كان هناك مشكله بالعينتين معا، ممكن ان يعني يكون فترة تدخل العلاج الجراحي خلال فترة 8 أسابيع على الأكثر، يعني خلال فترة شهرين. لأنه إذا في هاي الفترة الحساسة أو خلينا نحكي شهرين من أوائل عمر الطفل، بتكون فترة مهمة لتكون أو خلينا نحكي لتطور الجهاز البصري للطفل. طبعا عملية إزالة الكونجينيتال كاتاراكت أو الساد من عين الطفل هي عملية معقدة، تحتاج إلى تخطيط مبكر، تحتاج إلى الذهاب إلى المركز المتخصص لذلك وعمل كل ما يلزم. نعم، هناك إحنا يعني من خلال الجراحة اللي بنعملها بنلاحظ بأنه علينا استخدام قطرات يعني فترة طويلة بعد هذه العمليات. هناك تعاون، يجب أن يكون هناك تعاون من الأهل بالالتزام بالقطرات والتعليمات التي يعطيها الطبيب. طيب دكتور، كنا بنحكي عن موضوع كتير مهم هو الفترة البداية العلاج اللي هي العمر في أول أسابيع. عادة الأم والأب خصوصا إذا كان ابنهم الأول بيروحوا عند طبيب الأطفال كمراجعات أساسية. شو النصيحة اللي لازم نعطيها للأهل حتى لو كان ابنهم الأول بمراجعة طبيب العيون في أول فترة؟ في الحقيقة فحص العين هو بيتم من اليوم الأول للولادة في أي مستشفى ولادة. يكون هناك طبيب أطفال يعمل فحص روتيني كامل لجسم الطفل، وواحد من هذه الفحوصات هي فحص العين أو الريد ريفليكس اللي إحنا بنحكي له. هلأ إذا كان الريد ريفليكس هذا طبيعي، فإحنا ممكن نطمن الأهل بأنه يعني مبدئيا ما في مشكلة
كبيرة بالعين، لكن إذا كان الريد ريفلكس غير طبيعي أو نحكي في عتامة ظاهرة على العدسة، فهون نصيحة الطبيب يجب أن يكون التوجه إلى طبيب العيون أو أخصائي الأطفال حتى يقوم بالفحص المناسب وعمل ما يلزم. هاي يمكن كمان نقطة كتير مهمة، إحنا بنعرف إنه العيون عالم كامل، ففي متخصصين لطب عيون الأطفال. صحيح. قد إيه كمان هذا الموضوع بيسهل على الأهل العلاج أسرع؟ نعم، أخصائي عيون الأطفال هو الطبيب، خلينا نحكي، اللي عنده الخبرة لمعرفة المشكلة والعلاج، خاصة في المراحل المبكرة. هو يعني لديه الخبرة الكافية لإعطاء نظارة أو التوجه إلى تدخل جراحي، أو ما هو التدخل الجراحي المناسب لعمله، لأنه إحنا مرات بنلجأ أنه ما نزرع عدسة داخل العين ونأجل زراعة العدسة لفترة عمرية معينة، أو نزرع عدسة بشكل مباشر، فهذا يعني هناك يعني قسم خاص أو خلينا نحكي فرع خاص في طب العيون يعني معني في حل مشاكل عيون الأطفال، يكون بها طبيب عيون له الخبرة الكافية لمعرفة المشكلة والعلاج. طب دكتور، إذا بدنا نيجي نحكي على هذا الجزء اللي هو الأخصائي، دائما نحكي إنه الأخصائي كتير بيساعد، لكن إذا لجأ الأم والأب إلى يعني مثلا طبيب عام، مش طبيب عيون، وتناسوا هاي المشكلة، قديش بيصير العلاج أصعب في فترة؟ العلاج صعب جدا إذا إحنا ما حددنا أو خلينا نحكي حصرنا المشكلة في السنة الأولى أو في العمر المبكر للطفل. فإحنا حكينا من أسباب كسل العين هو الحرمان أو الديبريفيشن أمبليوبيا، فهذه إذا كانت المشكلة غير محلولة بعمر صغير يعني بصير في عنا كسل بالعين حسب التعريف اللي أنا حكيته في البداية. نعم، في البداية هنا يصعب العلاج، حتى أنه يعني إذا تأخر علاج الطفل تبدأ هناك رأرأة في العين، ويكون يعني تحسن أو حدة الرؤية بعد إجراء أي جراحة أو أي علاج بطيء جدا، أو خلينا نحكي معدوم التحسن. دكتور، النصيحة اللي بتعطيها لكل الأهل؟ ما تتأخروا على فحص أطفالكم. تمام، الطفل ربنا أعطى نعمة البصر، فيجب أن نحافظ عليها، عمل فحص مبكر لجميع أطفالنا بعد عمر 6 شهور لحصر أي مشكلة وإعطاء العلاج، لأن العلاج بالفترة المبكرة تكون نتيجته دائما أحسن. طيب، وإذا بدنا نيجي نحكي لهم النصيحة تختص بهم اهتمامهم بعيون أطفالهم، كيف ممكن يهتموا بعيون الأطفال كمان؟ هون الأهل عليهم ملاحظة الطفل، يعني في شغلات معينة أو ظواهر معينة على الطفل يجب أن يلاحظ الأهل والتوجه إلى الطبيب إذا كانت هاي المشكلة موجودة. من هاي المشاكل هي عدم تعاون الطفل، أو خلينا نحكي الطفل ما بيكون متعاون مع جيله، أو خلينا نحكي يعني ما بيعمل أي نشاطات مع جيله. إمالة رأس الطفل هون تدل أنه في عندنا مشكلة في عين هذا الطفل، ممكن أن تكون في عين هذا الطفل، فعلينا عمل الفحص المبكر لهذا الطفل. الحركات اللا إرادية بالعين كالرأرأة أو كثرة الرمش البلينكينج ممكن تكون سبب مشكلة معينة. هون علينا ملاحظة أطفالنا، إذا كان هناك أي مشكلة علينا التوجه إلى الطبيب بشكل مباشر لعمل ما يلزم. هل الوالدين اللي عندهم تاريخ مرضي واجب عليهم أكثر من الآخرين؟ أكيد أكيد، دائما إذا كان الأم والأب بيعانوا من مشاكل في العيون وخاصة الحول أو الساد، عليهم مراعاة ذلك وفحص أطفالهم بشكل مبكر، لأنه النسبة بتكون أعلى بأنه يكون عندهم هاي المشاكل.
مشاكل، واكيد نحكي للاهل انه كل مشكله في بدايتها يمكن اسهل، اكيد اسهل وعلاجها احسن وبتكون النتيجه دائما احسن. شكرا كثير دكتور، اكيد النصائح رائعه اللي اعطيتنا اياها، واكيد نتمنى انه كل الاهل يسمعوا منا اكثر. اكيد اكيد، شكرا لكم، وانا برحب في الحديث عن مشاكل اخرى في المستقبل والتعاون مع الاهل لحل مشاكل اطفالهم ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا. أهلا. لك اكيد اللجوء الى اخصائي في بدايه المشكله بيساعد كثير على الحل. انتظرونا في حلقات قادمه.